أهلا بكم وإلى عناوين الظهيرة. الغوطة الشرقية لدمشق على مشارف التحرير الكامل بعد التوصل إلى اتفاق على إخراج مسلحي جيش الإسلام من دوما. الجيش التركي ينوي إنشاء موقع عسكري في جبل كتكين بعد دخوله الأراضي العراقية، والجيش والحشد ينتشران في قضاء سنجار الحدودي. محمود دير بالك على حالك. الاحتلال يصعد من اعتداءاته ضد الأطفال الفلسطينيين ويعتقل المزيد منهم في الضفة. الله يكسركم. وبعد سلسلة الاعتداءات الإسرائيلية، دعوات فلسطينية لتصعيد المواجهة مع الاحتلال، وإسرائيل ترفض التعاون مع لجنة التحقيق وتتوعد غزة. الرياض تعلن مقتل 5 جنود سعوديين بتدمير مواقعهم في جيزان قرب الحدود اليمنية. وفي الظهيرة، 1000 مصباح ورقي في سماء الموصل احتفالا بعيد رأس السنة الأشورية. أهلا بكم إلى الظهيرة. ومع بدايتها، كل عام للأشوريين وهم بألف خير في رأس السنة الأشورية، وأيضا فصح مجيد للطوائف المسيحية. أهلا بكم إلى الظهيرة. نبدأ من سوريا، حيث شهدت سوريا اليوم محطة مفصلية جديدة في عملية مواجهة المؤامرة الكبرى عليها. فبعد تحرير حلب، باتت الغوطة الشرقية لدمشق على مشارف التحرير الكامل بعد الوصول إلى اتفاق لإخراج مسلحي جيش الإسلام من دوما وتسوية أوضاع من تبقى منهم. ويقضي الاتفاق بإخراج هؤلاء المسلحين مع عائلتهم من دوما باتجاه جرابلس شمال سوريا، وتسليم المختطفين من مدنيين وعسكريين وجثامين الشهداء، فضلا عن تسليم المسلحين لأسلحتهم الثقيلة والمتوسطة للدولة السورية، وعودة مؤسسات الدولة كاملة إلى المدينة. إذن مشاهدينا الكرام، هذه المشاهد نتابعها الآن على شاشة الميادين للإعلام الحربي للغوطة الشرقية. الميادين كانت قد واكبت تطورات الغوطة الشرقية من عين ترمة، وأشار قائد ميداني لمراسلنا إلى أن السلطات السورية أمرت بعودة عناصر الأمن إلى عين ترمة وكفر بطمة والحفاظ على ممتلكات عشرات الآلاف من المدنيين فيها. في توجيهات من الحكومة السورية ومن السيد وزير الداخلية بعودة كافة مظاهر الحياة إلى مدينة عين ترمة وباقي سائر باقي الغوطة الشرقية، وتوجيهات السيد الوزير بعودة المخفر فورا للحفاظ على ممتلكات الأهالي الموجودين هنا، ويقدر عدد الأهالي الموجودين بمنطقة كفر بطنة بعشرات الآلاف حاليا، ونعمل مع باقي الجهات الحكومية الأخرى لإزالة مخلفات المسلحين وعودة الأهالي إليها بشكل تدريجي. كذلك أكد محافظ ريف دمشق علاء إبراهيم أن شركات القطاع العام توزعت على عدة مناطق في الغوطة الشرقية لإعادة الخدمات. وفي تصريح للميادين، نفى إبراهيم وجود أي تغيير ديموغرافي في الغوطة، مؤكدا عودة بعض من المواطنين إلى منازلهم. في مواطنين كانوا يعانوا من الارهابيين الموجودين، خرجوا ايام كان الارهابيين موجودين، اليوم يمكن هلا بدات العوده. في بيوت تحت مدمره يعني بالكامل، هدول سيظلوا باستضافه، يعني الخيار لهم بيظلوا باستضافه الحكومه الى حين تامين المكان اللائق لهم ببلدهم وعودتهم الى بلدهم. ما في اي تغيير ديموغرافي، لانه هي اهل المناطق اللي ضلوا بمناطقهم، واهل عين ترمى بعين ترمى.
ومعنا من الغوطة الشرقية مراسل الميادين محمد الخضر. محمد، آخر التطورات، آخر المعلومات بالصوت والصورة معك، تفضل. نعم سلمى، نحن نتواجد في كفر بطنة، هي احدى المناطق او البلدات الكبيرة في ريف دمشق، كانت قبل الحرب كما ترين، يعني هي سيطرة طبعا ضمن المناطق التي استعاد الجيش السوري السيطرة عليها بالكامل. كل الغوطة الشرقية هي تحت سيطرة الجيش باستثناء دوما. ترين هذه الحافلات او هذه الشاحنات الكبيرة، هي تنقل مواد تموينية حتى الغاز المنزلي والمواد الغذائية من اجل توزيعها على السكان في هذه المناطق. هي مواد مقدمة من الحكومة السورية، من وزارة التجارة الداخلية. قبل قليل كان هناك وزير التجارة الداخلية في هذه المنطقة ومحافظ ريف دمشق، هناك افتتاح للمراكز النواحي والمخافر، أي أن العودة هي في الواقع سريعة للغاية في إطار تأمين هذه البلدات وهذه القرى والمناطق منذ يعني أقل من 24 ساعة على إعلان الجيش السوري استعادة السيطرة الكاملة على كل هذه المنطقة، حتى بدأ كل هذا النشاط. وهناك نشاط آخر على ما يبدو يتصل بإعادة الذين خرجوا إلى مراكز الإيواء إلى المراكز المحيطة، مثلا مركز إيواء الدوير أو الحرجلة، وهم بعشرات الآلاف في الواقع، ربما العدد يزيد عن 100,000 شخص، سوف يعودون أيضا إلى بلداتهم ومناطقهم بعد أن تم فتح الطرق وتأمين المناطق ويعني نزع الألغام والبدء ولو بشكل تدريجي بإعادة نوع من الخدمات التي بدأنا نلحظها بشكل واضح في هذه البلدات والقرى بعد سبع سنوات من الحرب وخمس سنوات من يعني القطيعة الكاملة مع هذه المناطق. كانت مناطق في الواقع تحت سيطرة المسلحين منذ عام تقريبا 2013 بشكل كامل. نعم، طب إذا أردنا الحديث عن أهمية تحرير الغوطة الشرقية، بطبيعة الحال هي بالنسبة للعاصمة السورية هي الخاصرة والأمان والاستقرار للعاصمة ولأهالي الشام، هل لك أن توضح لنا أكثر؟ نعم، كل هذا الأمر في الواقع هي مهمة. أولا ينتفي استهداف العاصمة السورية بقذائف الهاون والقذائف الصاروخية والتي أدت إلى آلاف المصابين والشهداء داخل أحياء العاصمة دمشق. هذا جزء مهم من تأمين العاصمة، استعادة كل هذه المنطقة. هناك يعني جزء آخر يتصل بإعادة الأهالي الذين كانوا قد خرجوا يعني منذ بداية سيطرة المسلحين على هذه المنطقة إلى بيوتهم ومنازلهم وأراضيهم ومنشآتهم. توجد 1000 منشأة صناعية على الأقل، يعني ورشات ومعامل موجودة في هذه المناطق، منها 800 ورشة صناعية في منطقة حرستا مثلا، سوف تعود هذه إلى العمل بالتدريج بطبيعة الحال. ثم هناك تأمين الطريق الدولي أو الطريق الرئيسي الذي يربط العاصمة دمشق بكل جغرافيا سوريا شمالا أو شمال شرق باتجاه البادية أو حتى اتجاه المنطقة الساحلية، هذا أيضا شريان حيوي تم تأمينه بشكل كامل. كل هذه الأمور في الواقع بالمعاني المفيدة المباشرة سوف تنعكس على حياة العاصمة دمشق وعلى حياة التنقل من المحافظات الأخرى إلى داخل دمشق ومحيطها واستقرار المجتمع المحلي في هذه المنطقة التي عانت الويلات خلال خمس سنوات من سيطرة جيش الإسلام وفيلق الرحمن وجبهة النصرة وأحرار الشام، وكلها تسميات للوجود المسلح في الغوطة الشرقية. نعم محمد، في خبر أمامي الآن من بعض الوكالات الإخبارية الصحفية تقول بأنه أنباء عن اتفاق يقضي بخروج مسلحي جيش الإسلام من دوما إلى جرابلس، هل هذا صحيح؟ هل لديك معلومات؟ في الواقع صحيح هذا الخبر، كان الخبر منذ ساعات منتصف الليل وحتى الصباح، يعني أعلنته هيئات وفعاليات محلية في دوما تحدثت عن البدء فورا بإخراج الحالات الجرحى أو المصابين أو حتى الحالات الإنسانية. هذا الاتفاق يعني كان مقدمة للإعلان عن هذا الاتفاق لخروج كل الوجود المسلح من جيش الإسلام طبعا هو في دوما باتجاه تلك المنطقة اتجاه الشمال السوري. هذه المرة حددت المنطقة هي بجرابلس شمال حلب. طيب بجرابلس هو طبعا معروف، لكن على أي أساس هل لنا أن توسع الأمر لنا أكثر، لسيما وأنه كل الغوطة باستثناء دوما، يعني ما القصة في دوما بالضبط كي نفهم وكل من انضم الآن إلينا؟ صحيح، هناك في دوما الوجود المسلح هو من جيش الإسلام، جيش الإسلام هو أكبر مجموعة مسلحة في الغوطة، حوالي 12,000 إلى 15,000 مسلح. هؤلاء في الواقع يتبعون بالتبعية التمويل والإيديولوجيا والإشراف السياسي من منطق من السعودية بشكل مباشر. في المناطق الموجودة فيها المسلحين في إدلب هي تحت يعني ولاءات تابعة لقطر لهذه الدرجة، يعني هم كان من الصعب أو المستحيل ربما الذهاب باتجاه إدلب، لذلك جرى على ما يبدو تسوية مع اتفاقيات بين الدول هذه الراعية، اتصالات لهؤلاء المسلحين مع تلك الدول بحيث تكون هذه الوجهة. وجرابلس تعلمين أنها هي تقريبا المجموعات المسلحة فيها هي مدعومة من تركيا بشكل مباشر، يعني هذا هو ريف حلب الشمالي الشرقي ليس كذلك؟
ريف حلب الشمالي الشرقي. صحيح نعم هي صحيح هي تحت هذا المسمى، وهذه المجموعات الموجودة من درع الفرات أو غيرها من المجموعات المسلحة هي أساسا ترتبط ارتباط مباشر بتركيا. ربما جرت التسوية على هذا الأساس وبعد تدخلات، تعلمين أن الوسيط أو المفاوض الأساسي هو كان روسيا، وروسيا هي موجودة مع تركيا وإيران في مجموعات خفض التصعيد واجتماعات الستانة بشكل رئيسي، لذلك ربما بالتحليل يفهم أن هذا الأمر جرى على هذا الأساس وفق هذا المنوال. طيب بعد خروج المسلحين من دوما، من الجهة التي ستدخل إلى دوما؟ كان هناك مطلب منذ أسبوع على ما نعتقد بأنه يطالبون بأنه تكون هناك جهة معينة مخولة من قبل الروس وهي روسية أن تدخل، كان رفض من القيادة السورية لهذا الأمر. الآن على أي أساس؟ من سيدخل إلى دوما؟ صح، هي جغرافيا سورية بطبيعة الحال، الجيش السوري هو الذي سوف يعني يسيطر على كل هذه المنطقة، يدخل هذه المنطقة مؤسسات الدولة السورية. أيضا قبل ذلك يجب تسليم السلاح الثقيل من هؤلاء المسلحين، جيش الإسلام لديه سلاح ثقيل، لديه دبابات وآليات ومدفعية، كل هذا الأمر يجب أن يسلم للجيش السوري، هذا جانب آخر. جانب ثالث هناك وهو ملف مهم جدا وحساس، هو الجانب الإنساني المتعلق بآلاف المختطفين الذين اختطفهم مسلحو جيش الإسلام ويتواجدون في مدينة دوما. أيضا هذا الموضوع يجب أن يطلق صراحة هؤلاء قبل البدء والمباشرة بتطبيق هذا الاتفاق. هذه يعني خطوط حمر ومعروفة أساسا في الواقع ومعلنة قبل الوصول، أو جزء أساسي من هذا الاتفاق يجب التوصل إليها قبل مغادرة هؤلاء المسلحين باتجاه تلك الوجهة إلى الشمال السوري. طيب ماذا عن وضع السكان أهالي دوما؟ في الواقع نفس التسوية، يعني هي ما يتصل بمن يود البقاء في تلك المنطقة وفق شروط الدولة السورية كمواطن سوري، نبذ السلاح، عدم حمل السلاح، تسوية أوضاعه، يبقى في هذه المنطقة. وفي الواقع الدولة لديها مصلحة كبيرة، وكان هناك جهد كبير في مناطق أخرى من أجل بقاء المدنيين، لكن جزء كبير منهم مثلا الذين ذهبوا إلى إدلب ذهب حوالي 40,000 شخص بين مسلح ومدني، هؤلاء رفضوا البقاء هنا، بينما بقي عشرات الآلاف ممن اقتنعوا بعملية التسوية والبقاء في مجتمعاتهم وأهاليهم. من يقبل بالتسوية سوف يبقى في دوما، من لا يقبل سوف يغادر مع المسلح من ابنه أو ذويه أو زوجه أو ما شبه ذلك. نفس الآلية ونفس التسوية، لن يكون هناك يعني شيء مختلف أبدا. القرار الأساسي هو عودة الأمان والسلام ونزع السلاح والمسلحين من هذه المناطق وعودة الدولة السورية بكل مؤسساتها إلى كامل جغرافيا الغوطة الشرقية. نعم، طب هل لديك معلومات عن عدد الأسرى لجيش الإسلام، الأسرى من السوريين يعتقلهم جيش الإسلام؟ في الواقع هو الأدق هم مختطفين، لأن جزء كبير منهم اختطف مثلا من الطرق العامة، جزء منهم اختطف مثلا من منطقة برزة ونقل إلى 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 دوما، جزء منهم اختطف من مدينة عذر العمالية، وتذكرين تلك المجازر التي التي نفذها جيش الإسلام والمجموعات المسلحة معه في تلك المناطق. ربما يعني لا يوجد رقم دقيق أو نهائي، لكن تقديرات تتحدث عن 3,000 إلى 3,500 شخص ربما يكونون مختطفين ضمن سجون التوبة كما يسميها مسلحو جيش الإسلام وهم في دوما. حتى تسمية هذا المصطلح يعني سجون التوبة يعني فيه نوع من الاستفزاز للآخرين. نعم. يعني هو كأنه يقدم نفسه بمقام الناصح أو بمقام الذي يقوم بعملية التوبة لهؤلاء الأشخاص، وهم بطبيعة الحال سوريون، منهم مدنيون، منهم عسكريون، منهم موظفون من كافة شرائح المجتمع السوري. انطلاقا من معتقد جيش الإسلام وتكفيره للآخر، هذا هو معتقده ومعتقد هذه الجماعات الإرهابية التي كان مكان لها على مدى 7 سنوات في سوريا وكل البلدان العربية تحت تسميات مختلفة بطبيعة الحال. محمد، أنت كنت في عين ترمى وانتقلت في تغطيتنا المباشرة وانتقلت الآن إلى كفر بطمة، أخبرنا في الطريق أبرز المشاهدات، هل الصورة اختلفت؟ هل الهواء لك؟ في الواقع يعني هناك يعني تستغربين حالة إصرار الناس على الحياة، يعني رغم هذا الدمار، رغم هذه الحرب، رغم ممارسات المسلحين على مدى 7 سنوات، رأينا أشخاص ممن قاموا بتسوية أوضاعهم ويحملون السلاح مع الجيش السوري لحماية وضبط الأمن في هذه المناطق. هذه صورة في الواقع مفاجئة، أحدهم قال أنا كنت مسلحا في فيلق الرحمن وبت الآن في الجيش السوري في الدفاع الوطني بالأحرى والدفاع المحلي للدفاع عن مناطقنا. كما ترين هناك يعني جهد يسجل في الواقع
الحكومة السورية والمؤسسات الحكومية السورية بشكل مباشر. هذه المواد الغذائية تدخل بكميات كبيرة يعني بشاحنات بشكل كبير وهي توزع مجانا على الأهالي في ظل الوضع الاقتصادي الصعب لهؤلاء يعني نتيجة هذه الحرب ونتيجة هذه الممارسات. هناك يعني من هو يجلس أحيانا تحت بيت مدمر أو مخرب يعني استمرارا منه أو تمسكا بالبقاء في بيته ومنزله وعدم المغادرة رغم كل المغريات كما قيل لنا بالذهاب يعني من أغراهم بالذهاب إلى إدلب سوف يحصلون على الأموال وربما الهجرة والسفر وإلى ما هنالك، إنما فضلوا البقاء في هذا الأمر. أيضا كان هناك تخويف في الواقع لهم أن الجيش السوري سوف يقوم باعتقالهم أو ما شابه ذلك. وجدنا يعني كثير من هؤلاء الناس يتحدثون بهذه الصيغة. يعني هناك حالة أو حركة ربما نراها في الأيام القادمة للبناء، كان هناك بلدوزرات وتركسات تقوم بفتح الطرق، كان هناك وحدات هندسة سورية تفتش بعض المناطق يعني بحثا عن ألغام أو متفجرات أو ما شابه ذلك، يعني حرصا على المدنيين وعلى دخول وخروج السيارات والتي بدأت بشكل كثيف في هذه المنطقة. ونحن نتواجد في الساحة الأساسية لكفر بطنة وهي مركز بلدة كبير في الواقع في الغوطة الشرقية لدمشق. شكرا جزيلا لك محمد الخضر على كل هذه المعلومات، وطبعا سنكون معك فور أي جديد بالصوت والصورة. شكرا جزيلا، كنت معنا من كفر بطنة في الغوطة الشرقية. الجيش السوري كان قد أعلن تحرير جميع مدن وبلدات الغوطة الشرقية في ريف دمشق باستثناء دوما، وفي بيان له أكد الجيش مواصلة عملياته في دوما بعد تحرير بلدات جوبر وعربين وزملكة وحزة وعين ترمة. بيان للجيش أكد أن أهمية الانتصار تكمن في إعادة الأمن والاستقرار بشكل كامل إلى مدينة دمشق ومحيطها. تأتي أهمية هذا الانتصار في إعادة الأمن والاستقرار بشكل كامل إلى مدينة دمشق ومحيطها بعد أن عانى السكان المدنيون فيها من جرائم الإرهابيين على مدى سنوات عدة، ومن كونه ينهي رهان رعاة التنظيمات الإرهابية وداعمها من قوى إقليمية ودولية على حصار العاصمة ومن إمكانية الضغط على الدولة السورية سياسيا وعسكريا ودعائيا. كما أدى هذا الإنجاز إلى تأمين طرق المواصلات الرئيسية بين دمشق والمناطق الوسطى والشمالية والساحلية، وكذلك مع المنطقة الشرقية عبر البادية وصولا إلى الحدود العراقية. ومن الحدود السورية التركية إلى الحدود العراقية التركية، حيث نقل مراسل الميادين عن مصادر عراقية أن الجيش التركي ينوي إنشاء موقع عسكري في جبل كتكين بعد دخوله الأراضي العراقية. وكانت القوات الأمنية العراقية المكونة من الجيش والشرطة الاتحادية والحشد الشعبي قد انتشرت في كل مناطق قضاء سنجار الحدودي مع تركيا. وأعلن عمدة سنجار فهد حامد عمر أن القوات التي انتشرت أخرجت كل عناصر بيكيكي الكردية من أراضي سنجار وصولا إلى الحدود مع سوريا وتركيا. طبعا الآن القوات العراقية منتشرة في جميع أطراف قضاء سنجار وداخل سنجار، طبعا بوجود القوات الأمنية الموجودة في القضاء من الحشد الشعبي المقدس والجيش العراقي والشرطة المحلية، طبعا اللواء 73 ولواء 92 الآن هم مسك الأرض من سنجار حدود سنجار الإدارية باتجاه الحدود العراقية سورية وثم إلى المنطقة تربوكا وثم إلى الربيعة، والسيطرات الموجودة كلها تحت حماية القوات العراقية الموجودة والتنسيق مع الجيش والحشد والقوات الفككة تم إخراجهم من قضاء سنجار. ومعنا من نينوى قائم مقام سنجار السيد محمى خليل. أهلا بك سيد خليل، أبدأ معك بهذا الخبر وانتشار الجيش والشرطة الاتحادية والحشد في سنجار وإخراج البيكيكي من هذه المنطقة. التفاصيل الميدانية بداية معك وأماكن انتشار هذه القوى وماذا عن التنسيق معها، تفضل. تحياتي لقناة الميادين والمشاهديكم الكرام. اليوم سيادة البلد وفق الدستور تقع على عاتق الاختصاصات الحصرية للحكومة الاتحادية وفق المادة 111. ثالثا ضمانة الحدود وسلامتها من الحكومات الاتحادية، وبناء على هذه الاختصاصات الحصرية وبناء على مناشدات الأهالي السنجار وخصوصا المكون الديني اليزيدي الذي سبوا والذي أبادوا من عصابات داعش، ناشدنا دولة رئيس الوزراء في يوم 14/7 في الحفظ على أمن وسيادة البلد وهيبة الدولة وفرض القانون في هذا المنطقة.
شكرا. اليوم القوات الاتحادية أتت لنجدة هذا المنطقة المنكوبة وفق كل القرارات الأممية المحلية، ثم ناشدنا الحكومة المحلية في يوم 7/3 صدرت قرارات مهمة من مجلس محافظة نينوى والتي تمثل الغطاء الشرعي لكل المؤسسات التشريعية والتنفيذية في محافظة نينوى بجلسة 69 بحضور 37 نائبة عضوا، صوتوا لصالح سنجار وشرعية سنجار وإرادة سنجار والمكون الديني اليزيدي بفرض القانون في هذه المنطقة. اليوم القوات الاتحادية مشكورة. أما تهديدات التركية ليس من مصلحة أحد، لا لتركيا ولا لمصلحة العراق ولا لمصلحة هذه المنطقة. هذا استعلاء واستقواء من رئيس تركيا جارة تركيا، مادة ثامنة من الدستور لا تسمح للدول الجوار التدخل في الشؤون الداخلية ولا تسمح للدول الجوار التدخل ضمن السياقات المؤسساتية، يجب أن تكون تعامل هنا والتعامل بالمثل. أنا أعتقد التهديدات مجرد ضغط على الحكومة العراقية وعلى هذه المنطقة. بالتأكيد بدأت القوافل والطلايع على القوات الفككة بالخروج من السنجار، تحتاج إلى الوقت، تحتاج إلى خروج آلياتهم، إعلانهم الرسمي دليل على أنهم لديهم رغبة لديهم نية. ثم القوات العراقية سواء كان الاتحاد سواء كان قوات الحكومة الاتحادية أو حكومة تقليب لا تسمح بدخول أي قوات مسلحة إلا وفق اتفاقيات. القوات التركية لا توجد في سنجار ولا يستطيع دخول سنجار إلا باتفاق مع الحكومة الاتحادية. طيب. لدينا اتفاقية مع الولايات المتحدة الأمريكية لا تسمح بذلك. نعم، دخول هذه القوات من الحكومة المركزية من الجيش والشرطة وكل المكونات الأمنية، هذا يعني بأنه هي ضمانة بأن لا يدخل التركي كما هدد السيد أردوغان منذ يومين؟ التهديد ليس لغة الحوار وليس لغة التخويف للشعب العراقي. العراقيون حطموا أكبر أسطورة إرهابية في العالم هي عصابات الداعش، ولنا الفضل على كل العالم. اليوم الجيش العراقي مسنود من قبل الشعب من المرجعيات، ثم هنالك تنسيق بين القوى حكومة اتحادية وحكومة أقليم كردستان، هناك اتفاقية استراتيجية التي وقعنا عليها نحن في برلمان العراقي. طيب. سيد خليل، هذا يعني من تفعيل هذه الاتفاقية على أرض الواقع ودخول هذه القوات إلى سنجار لن يجرؤ أردوغان على الدخول بجيشه إلى سنجار بوضوح؟ نحن نخاطب خطابات رسمية. دولة رئيس الوزراء بموجب الدستور لا يسمح له بدخول أي قوة إلا عبر البرلمان. ثم اتفاقية. طب أنت تخاطب الآن، هل حصلتم على ضمانة وجرى اتفاق موثق وهي ضمانة أكيدة؟ قبل 6 أيام أنا سمعت السفارة الأمريكية أكدوا لنا بأننا لا نسمح للتركيا ولا نسمح للقوات الفككة أن تسمية حساباتهم على أنقاض السنجار والمقابر الجماعية للسنجار. شكرا للقوات الذين لبوا النداء. أما اليوم نحن ندافع عن نظامنا السياسي الديمقراطي والحكومة الاتحادية وفق المادة 110 من الدستور. يعني أفهم من قولك سيد الكريم بأنه الضمانة أخذتوها من السفارة الأمريكية. الضمانات أخذنا من الدول وأخذنا من الحكومة الاتحادية وأخذنا من حكومات وأخذنا من الشعب العراقي وأقليم والمكون الديني اليزيدي يرفض رفضا قاطعا بدخول القوات الجيش التركي في هذا المنطقة. طيب ماذا عن الوضع الإنساني في داخل سنجار؟ الصراحة لا زال منذ 3/8/2014 لحد الآن لم تخرج السنجار من مأساة المشهد المأساوي، كما هنالك لا زالت أكثر من 85% من أهاليها نازح في أقليم كردستان. شكرا لحكومة أقليم كردستان، شكرا لكل الذين مدوا يد العون للمكون الديني اليزيدي والمكونات الأخرى في سنجار. لا زال هنالك 66 مقبرة جماعية، لا زال هنالك 3154 أم والأخت بيد الداعش. وأنا ناشدت دولة رئيس الوزراء، طالبت أنكم حررتوا الجغرافيا لكن الإنسان اليزيدي لا زال غير محرر من السبي، ولذلك نحن نناشد
قناة الميادين يكون قناة مصطف مع المكون الديني ومع الشعب العراقي اليزيدي ومع الشعب العراقي لخلاص الأسر اليزيديين في سجون داعش والسبائل اليزيدية. تحتاج إلى إعمار. طالبت بتكون هناك مؤتمر لإعمار وعودة النازحين، هناك مجتمع دولي تصف معنا، السفارات الدول الأوروبية والأمريكا والدول المانحة أكدوا لنا سيتصفون مع الأقليات في سهل نينوى وخصوصا في سنجار وإعمار سنجار. لا زال هنا طرق مسدودة، لا زال هنالك بحاجة إلى خدمات، لذلك نحتاج إلى لغة الهدوء. نعم، تعرضنا لإبادة جماعية، لا نسمح للتركيا ولا للإيران ولا للسعودية ولا لغير أن تقوم تسفية حساباتهم على مناخ سنجار أو جغرافية نينوى، ولذلك أهل نينوى استبشروا خيرا من الحكومة الاتحادية والدول المانحة، بدأ بالإعمار، بدأ بالعودة. نعم، النازحين. نحن أمام استحقاق وطني، ومطلب شعبي هو إجراء انتخابات. يجب أن تكون هنالك أجواء مهيئة لإجراء انتخابات وخلاص من خلايا داعش الإرهابي. كما تعلمون، نعم، سنجار كل سنين وسقطت عدا جبل سنجار اللي يمثل رمز الديانة اليزيدية الذي قاوم مقاومة شديدة، ولم يستطيعوا داعش أن يحصلوا على شجرة وحجرة في جبل سنجار بجهود المقاتلين وبدعم وإسناد من الفخامة الرئيس مسعود البرزاني والحكومة الاتحادية مشكورة، وقدم كوكبا. نعم، من الشهداء. نعم، حدود 600 أكثر من 600 شهيد من البيشمركة لتحرير مرحلتين من السنجار، والآن وجود القوات الاتحادية استبشرنا بالخير. يجب أن تكون، وقبل قليل كان هنالك تنسيق بيني وبين السيد يار الله بأن تكون هناك غرفة مكتب تنسيقي بين الأقليم كردستان والحكومة الاتحادية لغرض استقرار الأوضاع في السنجار ومعالجة المعوقات ورفع المعوقات. نعم، سؤال أخير من فضلك، هل أشرف الأمريكي على خروج البي كي كي من سنجار بنعم أو لا؟ أنا لا، بإمكانكم تصلون الأخوة في السفارة. نعم، أنا أشكرك. أهالي. نعم، أنا أشكرك كل الشكر السيد. بإمكانك تسأل الأخوة في السفارة الأمريكية. نعم، باعتبار أنت زرت السفارة كما ذكرت لنا قبل قليل. نعم، أنا طالبت تكون هنالك قانون في سنجار. أشكرك. أنا طالبت، ولكن هذا ليس من اختصاصاتي. الأمريكان لديهم استراتيجية. نعم، لديهم استراتيجية في الشرق الأوسط. صحيح، في سوريا، في العراق، في سنجار. أشكرك. بكل الأحوال وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتس اليوم تحدث بأنه وجود منظمة سماها منظمة البي كي كي في سنجار هذا يشكل تهديدا للتركي. هذا التصريح للسيد ماتس. شكرا جزيلا لك السيد محمى خليل قائم مقام سنجار، كنت معنا من نينوى. ونبقى في العراق، حيث شنت القوات العراقية عملية ضد مسلحي داعش في محافظة صلاح الدين، وقد قامت القوات الأمنية العراقية بتمشيط التلال شرقي توس خرماتو بحثا عن مسلحين نفذوا في الأسابيع الأخيرة عدة هجمات على الطريق الرابط بين كركوك وبغداد. وفي المواقف، حذر النائب الرئيس العراقي نوري المالكي من تداعيات خطيرة قد يشهدها العراق والمنطقة. المالكي وفي كلمة له باحتفال جماهيري أقامته عشائر أحمير في محافظة بابل، قال إن المرحلة الراهنة ستشهد تحديات ومخططات تستهدف العراق والمنطقة، داعيا إلى التحلي بالوعي اللازم من أجل تفويت الفرصة على الأعداء. ودعا المالكي إلى المشاركة الفاعلة في الانتخابات والمساهمة في إجراء التغيير. وفي الشأن الانتخابي العراقي، لم تعد أجواء الخلافات السياسية تهم المجتمع العراقي كالسابق، ولا سيما تلك الناتجة عن السباق الانتخابي، فالكتل السياسية ابتعدت قدر الإمكان عن رفع شعارات القومية والمذهبية في برامجها المطروحة تناغما مع رغبة الشارع. محمد الفهد. فترات الترويج الانتخابي وكسب الجمهور في العراق كانت الأشد سخونة بين الكتل والأحزاب في السنوات الماضية. لم يترك المرشحون أي وسيلة من أجل الحصول على الأصوات، لكن انتخابات عام 2018 سجلت نسبة عالية من الاستقرار السياسي، فضلا عن غياب الشعارات التي تتناغم مع تطلعات الطائفة والقومية والمذهبية. الانصهار الوطني بعيدا عن
المذهبية والطائفية التي يبحث عنها بعض السياسيين لبقاء وجودهم في العملية السياسية أمر قلت نسبته بنسبة كبيرة جدا داخل المجتمع العراقي وحتى داخل قناعات الناخب في البحث عن من يمثله. تراكم الوعي لدى الشارع العراقي مثل عاملا ضاغطا على الطبقة السياسية لجهة تغيير نهجها في التعامل مع الجمهور الانتخابي، جمهور بات يرفض أي خطاب يدعو إلى التخندق الطائفي أو التصويت وفق ترغيب وترهيب مذهبيين كما كان يجري في السابق. إذا شفنا سياسي يعني عن طريق الدعاية الانتخابية يتحدث بالطائفية، لا بكل تأكيد هذا هو مرفوض رفضا قاطعا. الشعب العراقي توعى ثقافيا، توعى اقتصاديا، توعى سياسيا، عرف انه هذا الشخص اللي يناسبه وهذا الشخص اللي ما يناسبه. ما يصح الا الصحيح، ما يصح الا وحدة العراقيين، واحنا متوحدين، بس احنا نوجه رسالتنا لكم، نقول لكم انتم توحدوا، انتم كسياسيين اول شيء توحدوا، وثاني شيء ابن ضميركم. هي فترة ربما توصف بالأهدأ منذ التغيير حتى الآن، فالأفرقاء ربما أدركوا خطورة اتباعهم أسلوب جر الناخب نحو التخندق الطائفي والمذهبي والقومي، فاحتكم المرشحون إلى الرغبة الجماعية لدى الشارع العراقي وتحاشوا الأساليب المرفوضة في الانتخابات المقبلة. المجتمع العراقي يبدو أكثر انسجاما وتماسكا قبل استحقاق انتخابات البرلمان بدورته الرابعة التي تعد أكثر سخونة سياسية من غيرها، كونها فترة سباق انتخابي يتحدد من خلالها مصير المرشحين الذين يبحثون عن أي وسيلة للإقناع عبر الدعاية الانتخابية. محمد الفهد، بغداد، الميادين. وإلى فلسطين المحتلة، حيث قامت قوات الاحتلال باقتحام المسجد الأقصى في وقت شنت فيه حملة اعتقالات في الضفة الغربية أعتقلت خلالها 4 شبان فلسطينيين. وفي الخليل أظهرت مشاهد لحظة اعتقال قوات الاحتلال للفتى الفلسطيني محمود ماضي البالغ 14 عاما في مخيم العروب شمال الخليل فجر اليوم. نبقى مع هذه المشاهد مشاهدينا. السلام عليكم. لا يلا. في هذه الأثناء استمرت فعاليات مسيرة العودة، وأفاد مراسلنا عن تجمعات شعبية شاركت اليوم في هذه المسيرات بعدد من مناطق الضفة. وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية إصابة 49 مواطنا برصاص قوات الاحتلال في ثاني أيام المواجهات قرب الحدود الشرقية لقطاع غزة، وكان 16 فلسطينيا قد استشهدوا في فعاليات اليوم الأول من مسيرة العودة الكبرى. في هذه الأثناء أعلنت سلطات الاحتلال رفضها التعاون مع أي لجنة تحقيق بشأن اعتداءاتها واغتيالها 15 فلسطينيا عند حدود قطاع غزة. وزير الأمن الإسرائيلي اعتبر أن الجنود الإسرائيليين قاموا بما يلزم وذهبوا إلى حد دعوته إلى أعطائهم ميداليات تقدير، مؤكدا أنه لن تكون هناك لجنة تحقيق، علما أن الاتحاد الأوروبي كان قد دعا إلى تشكيل هكذا لجنة. ومن بيت لحم ينضم إلينا مدير مكتب الميادين في فلسطين المحتلة ناصر لحام. ناصر، أهلا بك. أكثر من جبهة في فلسطين مشتعلة وحامية، لك التقدير بأن تقدر أين الجبهة الأكثر سخونة وتبدأ بها من فضلك. الهواء لك، تفضل. نعم سلمى، إسرائيل تشعل النار، أمريكا تصب الزيت على النار، الأوضاع متفجرة تصعيدية بكل معنى الكلمة. قوات الاحتلال مدعومة بغطاء سياسي من الحكومة والوزراء الذين يزيدون من التحريض وحماية ظهورهم في إطلاق النار على المدنيين. قبل قليل طالب جامعي في جامعة القدس أبو ديس رصاصة في الصدر، حالته
وخطيرة. 275 مستوطن اقتحموا المسجد الأقصى صباح اليوم. هناك حالة من الاستنفار مع العدوان وخشونة في التعامل مع المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية التي هبت لنجدة غزة ولم تتركها لوحدها، وكذلك فلسطين داخل الخط الأخضر لا تزال الفعاليات مستمرة سواء من الهيئة العربية في الداخل الخط الأخضر أو من القوى الإسلامية والوطنية في الضفة الغربية. هناك حالة تكاتف، حالة تعاضد، وبرنامج موحد عند التنسيقية الفصائلية الكاملة لمسيرات العودة. مسيرة العودة تحولت إلى مسيرة العودة. إسرائيل مضغوطة إعلاميا، سيكولوجيا، سياسيا، وكذلك الحكومة الفلسطينية تؤكد بأنها تطالب بالتحقيق وبالحماية الدولية، هذا ما قاله الرئيس. وكذلك إبراهيم خريشة ممثل فلسطين في جنيف في الأمم المتحدة الذي قال لم ينتهي الأمر هنا بالممانعة الأمريكية وسنواصل محاولة محاكمة إسرائيل، وهذا ما يريده الفلسطينيون. واضح تماما ارتباك الجبهة الداخلية الإسرائيلية، توحد وتكاتف الجبهة الداخلية الفلسطينية على هدف واحد وهو هدف سياسي. الوزراء الإسرائيليين قالوا يجب أن يكون هنالك ماء وكهرباء في قطاع غزة، وكأن الثورة الفلسطينية طوال 70 عاما كان هدفها الماء والكهرباء، وبالتأكيد هذا تسخيف للموقف كله. هناك حالة من ارتفاع السقف الوطني والاجتماع تحت علم واحد والشعار السياسي الواحد. نعم، شكرا جزيلا لك ناصر اللحام، كنت معنا من فلسطين المحتلة على كل هذه المعلومات. وداخل الأراضي المحتلة عام 48 استمرت نشاطات يوم الأرض دفاعا عن أراضي الروحة من المصادرة. هناء محميد والتفاصيل. يحملون علم فلسطين، يجددون العهد للأرض التي تعتزم سلطات الاحتلال الإسرائيلية مصادرتها، ويهتفون للشهداء في غزة المحاصرة. غزة الصمود، غزة هاشم الصمود، غزة المقاومة، غزة الدفاع عن فلسطين، غزة كل شيء بالنسبة لنا. وإحنا منوصي أولادنا وأولاد أولادنا أن هاي أرضنا وإحنا باكين هنا، وهذا الشعب كلياته بتضامن مع أراضي أهل الروحة، وإن شاء الله بنتضامن مع أهل غزة اللي هم بدوهم وعملوا المجازر بغزة، مش رايحين نسمح لهم بالمرة دولة إسرائيل، هذول ظلام واللي أجوا من دول العالم يرجعوا على دولهم، هاي مش أراضيهم، أراضينا هاي. مئات الدنومات في أراضي الروحة الواقعة في منطقة وادي عارة سيلتهمها مشروع كهرباء إسرائيلي ضخم. في هذه التظاهرة يعلن الفلسطينيون دفاعهم عنها كما فعلوا قبل عقدين حين دفعوا دماء مئات الجرحى منعا لمصادرتها. يعني الهدف هو واضح، هو مصادرة الأراضي، ما تبقى من الأراضي العربية في منطقة الروحة والتي هي الرئة الأخيرة لأهالي أم الفحم والمنطقة من أجل تطوير مناطق سكنية مستقبلا. موضوع الأرض هو جزء أساسي في وجدان الشعب الفلسطيني أينما كان، ولذلك بالضرورة اليوم عندما نتحدث عن أرض الروحة نحن أيضا أنظارنا شاخصة إلى ما يحدث في غزة وإلى شعبنا في غزة، لكن مساهمتنا فيها في مجموع هذا النضال هو أن نحافظ على أكثر ما يمكن من أرضنا. يعيش في مدينة أم الفحم وقراها نحو 100,000 فلسطيني، لكنهم محاصرون داخل مناطق سكانية مكتظة تشدد سلطات الاحتلال الخناق عليها طوال الوقت. ومن هنا ستتواصل التحركات والوقفات الشعبية والوطنية وصولا إلى ذكرى النكبة الفلسطينية، فهذه الأجيال تطالب بحقها الأساسي الأول البسيط، الأرض والعودة. هناء محميد من أراضي الروحة في منطقة أم الفحم الميادين. إحياء يوم الأرض استمر في العديد من الدول العربية ولا سيما الجزائر التي أحيت المناسبة بالتضامن ودعم مسيرة العودة الكبرى في الأراضي الفلسطينية المحتلة. الفعاليات تنوعت بين المواقف السياسية والنشاطات الثقافية المخلدة ليوم الأرض وحق العودة وعروبة القدس. تحت قبة الصخرة التي تعلو مقر سفارة فلسطين في الجزائر، ندوات سياسية لا تسع لها هذه القاعة. إنه صوت الجزائر ثابت والداعم من دون شرط للقضية الفلسطينية. يوم الأرض مناسبة لتجديد العهد والدعوة للثبات على نهج المقاومة والتمسك بالأرض. نقول نحن رأسنا مرفوع بفلسطين،
كرأس حربي لهذه الأمة العربية والإسلامية، كناس تربينا على الثورة الجزائرية، عشنا مفاهيمها ولازلنا تبنى مفاهيمها، منقول إحنا ماشيين على هالطريق زي ما أنتوا غيرتوا في القرن الماضي العالم عبر انتصاركم على الإمبراطورية الفرنسية. إحنا الآن بالرغم من ظروف المختلفة وضعفنا الموجود، إلا أننا سائرين عبر قوة شعبنا بإمكانياتنا البسيطة ولكن بتشبثنا في أرضنا. حركت ذكرى يوم الأرض الفلسطينية منابر الساسة في الجزائر، كما حركت وجدان الفنانين ورواد المسرح، فتعالت الأصوات المؤيدة لحق العودة وعروبة القدس، وصدحت مواويل فرقة العاشقين الفلسطينية من أجل حرية الأرض ودماء الشهداء. بعد غياب تجاوز 3 عقود تعود فرقة العاشقين الفلسطينية لتجدو بلحن المقاومة من أرض الجزائر وتطرب عشاق الأرض والجهاد، عشاق فلسطين بأعرق مواويل الحب والوفاء والشهامة الفلسطينية. أرض الجزائر إحنا بالنسبة لنا نعتبرها امتداد لفلسطين، وفلسطين امتدادا للجزائر. وإذا لاحظت في مسيرات العودة هم علمين اللي كانوا مرفوعين في المسيرات، علم فلسطين والجزائر. كل العالم أجمع، مو بس الغرب والعرب، إنه إحنا باقين، ما بقي الزيتون، ما بقيت فلسطين، باقين إلى الأبد فلسطينيين وجزائريين روح واحدة. برجع بقول لك هذه الفرقة يعني المتميزة، رأينا أيضا أننا نستضيفها لنؤكد مرة أخرى يعني دعمنا إلى لنضال الشعب الفلسطيني الصامد ودعما لقضيته العادلة وتأكيدا لمواقف الجزائر الثابتة دائما. بكلمات الشاعر عز الدين ميهوبي وألحان فرقة العاشقين، دوى صوت وفاء الجزائر لفلسطين في أرجاء المكان، وعانق بلد الشهداء صمود أرض الشهادة فلسطين. أسامة عبد النور، العاصمة الجزائرية، الميادين. الهوس الإسرائيلي من فقدان الغالبية اليهودية في فلسطين التاريخية عاد إلى الواجهة في ضوء معطيات إسرائيلية رسمية تؤكد أن أعداد العرب واليهود في فلسطين المحتلة باتت متساوية. هاني فحص. المعطيات الرسمية التي عرضت أمام لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيسة قبل أيام أعادت الحياة إلى السجال الساخن في إسرائيل حول مخاطر القنبلة الديموغرافية التي يعدها خبراء إسرائيليون خطرا وجوديا على إسرائيل. عدد المسلمين واليهود بات متساويا بين النهر والبحر، هذا ما ظهر في معطيات مندوب الإدارة المدنية خلال نقاش في لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست. هل نحن قريبون من فقدان الغالبية اليهودية؟ هذه المعطيات التي قدمها مندوب ما يسمى بالإدارة المدنية حسمت التباين الذي ظهر في العقدين الماضيين بين الخبراء إزاء صحة الأرقام المتداولة، لكنها لم تمنع أوساط اليمين الإسرائيلي من التشكيك بها لاعتبارات سياسية. المعطيات التي أدلي بها في لجنة الخارجية والأمن هي معطيات تعتمد على تقارير فلسطينية كاذبة. في الواقع بين البحر والنهر توجد غالبية يهودية واضحة وهي أخذة بالازدياد. عضو الكنيسة يوغاف ليس خبيرا في الديموغرافيا وهو لا يفقه ألف باء الديموغرافيا. هذه المعطيات تعتمد على المؤسسة الأمنية والإدارة المدنية، وأعتقد أنها قريبة من الواقع. الفزع الديموغرافي والخوف من ضياع الغالبية اليهودية يوفران ورقة ضغط لأنصار الانفصال عن الفلسطينيين، ويحرجان الداعين إلى ضم الضفة الغربية، ما يفسر برأي معلقين الحملة الجديدة لوزارة الشتات للعثور على يهود في كل زاوية من زوايا العالم. ونبقى في فلسطين المحتلة، حيث ترأس المدبر الرسولي للبطريركية اللاتينية في القدس القداس الاحتفالي في كنيسة القيامة لمناسبة عيد القيامة. وقد شارك في القداس لفيف من الأساقفة والكهنة وعدد كبير من الرهبان والراهبات والمؤمنين والحجاج.
وفي لبنان حذر رئيس ميشيل عون من أنه إذا تمت السيطرة على المعالم المسيحية بالقدس فسيجف النبع الذي يغذي العالم بالروح المسيحية. وفي كلمة له من مقر البطريركية المارونية في بكركي حيث استقبله البطريرك مارك شارا بطرس الراعي، وقال الرئيس اللبناني بمناسبة عيد الفصح المجيد أنه لا يجب أن تتحول الكنائس إلى مرافق سياحية فقط. نحن كلنا رجاء بأنه لا شك أنه يجب على مسيحية العالم كله، لأن إذا تمت السيطرة على المعالم المسيحية بالقدس مثل كأنه بجف النبع يلي بيغذي العالم بالروح المسيحية. نحن ما بدنا كنائسنا تصير بس مرافق سياحية نصير نوقف فيها على الباب حتى ننتظر ناخد تيكت ونفوت عليها مثل كان ما راح مثل ما راح يصير كان بكنيسة القيامة عند السريان. فإذا من هون مواقفنا السياسية لازم تضل تهدف إلى اللي عم يحدث بفلسطين. فصل قصير وسنعود. من جديد أهلا بكم. أكدت وكالة واس السعودية مقتل 5 جنود سعوديين في منطقة جيزان الحدودية مع اليمن. ومن جهته قال الجيش واللجان اليمنية أن الجنود قتلوا بعملية قنص في موقع الحسكول بجيزان جنوب غربي السعودية. كذلك جرى اعطاب جرافة عسكرية سعودية بصاروخ موجه في موقع العمود. كما استهدفت القوات اليمنية معسكر زقيلة بصواريخ الكاتيوشا في جيزان. وقصفت بقذائف المدفعية تجمعات للجيش السعودي في مدينة الربوعة وموقع الحداد وقبلة منفذ علب. هذه احدى ضربات الجيش واللجان الشعبية. وهذه هي ضربات ابطال الجيش واللجان الشعبية. احتفالا بعيد رأس السنة الأشورية في الأول من نيسان أضيء 1000 مصباح ورقي عند بوابات نينوى في مدينة الموصل العراقية وأطلقت في السماء. الاحتفال يأتي بمناسبة بدء السنة 6768 وفقا للتقويم الأشوري. وشارك في إضاءة المصابيح مئات العراقيين بالإضافة إلى زوار من بلدان أخرى. نحن نقف على أنقاض بوابات نينوى، لقد جرى تدميرها بشكل وحشي من قبل تنظيم داعش. نحن هنا لنظهر للعالم أن جميع العراقيين مستعدون للبدء في مرحلة تعافي العراق، علما أنني لست عراقية لكن أجدادي من هنا. إضاءة هذه المصابيح هي رسالة إلى العالم تذكر بأن العراق كان في يوم من الأيام فسيفساء جميلة وسيصبح مجددا بلدا نابضا بالحياة وناجحا. مكتبة في بيروت عمرها 60 عاما تحكي لنا عن شغف والدها بتجميع الكتب من مختلف بلدان العالم وكيف تتوارث هذه المهنة في العائلة مع فقرة أولاد البلد. يا أولاد البلد. ألو، على السبعة الأحد منكم فاضيين؟ الناس أنا بس تعبت بمحل معين عم يرجع لناس تانيين، إنه هذا شيء حلو. ونحن عم نكسر هذا الحاجز للناس اللي مش قادرة واللي قادر نوع من إنه يمكن يتعرف على كاتب جديد أو قصة جديدة أو هيك. الناس هم مثلا كيف انت هلا انه بيجوا بدهم يتبرعوا بكتبهم او انه اوقات ناس بيقولوا لنا انه في مجموعه كتب ما بدنا اياهم ندفع لهم مثلا رقم معين فيهم. حيالله
بتكون كتب سياسية أوقات مشكلة أوقات فنية أوقات كتب مدرسية منجيبها ما منرجع نبيعها بس كل فترة وفترة منتبرع لناس بحاجة. اسمها لانا حلبي، المكتبة عمرها تقريبا 60 سنة، بلشها جدي الله يرحمه، كانت دكانة أو محل سمانة، بابا اتجه أكثر لأنه يجمع كتب وجرايد ومجلات، وكمان كان سافر على بلدان كثيرة يعني، فثقافة القراءة موجودة بالبلدان الغربية أكيد أكثر من عندنا. ضل يجمع، إيه تفضل. لا 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 تفضل مش مشكلة. وهيك ضل فترة بس قاعد برا إن كان بالشتاء أو بالشمس والشوب يعني صرت حس إنه يمكن بركة لازم شوي بلش ساعده فيها كان عنده شغلة لقلي ما كانت سهلة بوقت ما حدا مآمن إنه أنت جاي عم تترك شغلك تفتح مكتبة يعني فأول مرة رحت أخذ شوية كتب كانت فكرة إنه شجع بابا إنه الكتب اللي جمعها إلى قيمة وشوي شوي صرت أتعرف على ناس أكتر ناس صرت تسألنا إنه أنت وين محلك إذا بدنا نجي وهيك هون حسيت انه خلص انا لازم اترك شغلي ولازم اتفضى كليا للمكتبه يعني كله كان مجهود عائلي ومبادره فرديه اذا بدك في كثير اشياء اشتغلناها بايدنا نحن كان كله تمويل ذاتي كنا نروح نبيع كتب بمعارض نرجع نجي نستعمل هالمصاري لحتى نظبط شيء بالمكتبه فهيدا الفكره والآن إلى موجز الرياضة مع محمد جرادي محمد تفضل شكرا لك سلمى أهلا بكم مرة جديدة لعب ليونيل ميسي دور المنقذ وأبقى على سجل برشلونة خاليا من الخسارة في الدوري الإسباني هذا الموسم تفوق إشبيلية بهدفين في الساعة الأولى من المباراة بينما كان الجميع توقع الهزيمة الأولى للنادي الكتالوني كان للأرجنتيني رأي آخر بعدما قلص لويس فاريز النتيجة فأدرك التعادل قبل دقيقة من الختام وأخيرا كسر المدرب الإسباني بيبي غوارديولا نحس أفرتون وقاد مانشستر سيتي إلى الفوز بثلاثة أهداف لواحد في المرحلة 32 من البريمير ليج أضحى سيتيزنز على بعد فوز واحد من ضمان اللقب وقد يحسم الفريق الأمر في المباراة ضد جاره وملاحقه مانشستر يونايتد الأسبوع المقبل في الدوري الألماني فشل بايرن ميونخ في كسر رقمه القياسي والتتويج مبكرا بلقب البوندسليغا على الرغم من اكتساحه بروسيا دورتموند بسداسية في دير كلاسيكر وأذل الفريق البافاري ضيفه في الشوط الأول بخماسية مقابل قلة حيلة من النادي الفستفالي وكانت حصة المهاجم روبرت ليفاندوفسكي ثلاث إصابات وفي السياق المتصل الرئيس التنفيذي لبايرن كارل هاينز رومانيكي أعلن أن هوية المدرب الجديد للفريق ستعلن في نهاية نيسان أبريل الجاري وكشف رومانيكي أن الإدارة استسلمت إلى رغبة المدرب الحالي يوب هاينز بعدما بعدم تجديد العقد وأشار إلى أن المدرب توماس تخيل استبعد نفسه وقرر التعاقد مع نادي خارجي أينما يحل المهاجم زلاتان إبراهيموفيتش يصنع الحدث المهاجم السويدي وقع على انطلاقة مثالية مع ناديه الجديد لوس أنجلوس جالاكسي مهاجم مانشستر يونايتد السابق سجل هدفين في 20 دقيقة أحدهما في الوقت القاتل ليقود فريقه إلى حسم الديربي على حساب لوس أنجلوس أف سي وكشف إبراهيموفيتش أن التسجيل في المباراة الأولى مع كل فريق ينضم إليه باتت بمثابة تقليد باريس سان جيرمان رفع كأس الرابطة الفرنسية للمرة الخامسة تواليا بعدما اكتسح موناكو بثلاثية قدم كيليان مبابي أداء مميزا ضد فريقه السابق ليقود نادي العاصمة إلى اللقب وهذا الفوز هو 41 تواليا للنادي الثري في مسابقات الكؤوس المحلية في تونس لمس الترجي لقب الدوري بعدما تخطى عقبة مضيفه صفاقسي بثنائية نظيفة ضمن المرحلة 22
طه الخنيسي وسعد بقير سجلا الإصابتين، وعزز فريق باب السويق صدارته برصيد 53 نقطة وبفارق 10 نقاط أمام غريمه التقليدي الأفريقي. ويكفي الترجي الفوز في لقائه من مبارياته الأربع المتبقية ليتوج باللقب 27 في تاريخه. الأفريقي تعادل وأولمبيك مدنين بهدف مثله في رادس، وشهد اللقاء أحداث عنف بين الجماهير. هدف التعادل في الدماء على وجه عاطف الذيل حارس مرمى. كان هذا ما لدينا من أخبار رياضية، نشكر لكم حسن المتابعة. أعود إليك سلمى مجددا. وأنا أشكرك محمد، شكرا جزيلا. إلى العناوين. الغوطة الشرقية لدمشق على مشارف التحرير الكامل بعد التوصل إلى اتفاق على إخراج مسلحي جيش الإسلام من دوما. الجيش التركي ينوي إنشاء موقع عسكري في جبل كتكين بعد دخوله الأراضي العراقية، والجيش والحشد ينتشران في قضاء سنجار الحدودي. محمود دير بالك على حالك محمود. الاحتلال يصعد من اعتداءاته ضد الأطفال الفلسطينيين ويعتقل المزيد منهم في الضفة. الله يكسركم. وبعد سلسلة اعتداءات إسرائيلية، دعوات فلسطينية لتصعيد المواجهة مع الاحتلال، وإسرائيل ترفض التعاون مع لجنة التحقيق وتتوعد غزة. الرياض تعلن مقتل 5 جنود سعوديين بتدمير مواقعهم في جيزان قرب الحدود اليمنية. وكان في الظهيرة 1000 مصباح ورقي في سماء الموصل احتفالا بعيد رأس السنة الأشورية. المزيد من الأخبار والتقارير يمكنكم زيارة مواقعنا على الإنترنت الميادين.net باللغتين العربية والإسبانية. إلى اللقاء.